لك يا راضي امك عم تستنانا من ناكل بالبيت شو بكره بوعدك بكره شو بدك تاكل اللي شو بدك تاكل ها دجاجة ما عندهم هدول اكل الصينيين دجاج ما عندهم مرة حطوا لك دجاجة ايه بس اخ اخ راضي ما عندهم دجاجة هدول سلطة مع شو مع مكرونة سلطة مع مكرونة مين بياكل سلطة مع مكرونة راضي بوعدك بكرة بجي انا وياك وامك ما بنتغدى بالبيت بنجي نتغدى هون يلا وعد وعد رسمي وعد رسمي بكرة يلا وعد رسمي امشي وعد وحياة عينك الحلوة بكرة انا وياك وامك هلا اذا المفروض بناكل انا وياك وامك عم تساوي اكل بالبيت بتزعل مني ومنك امك راضي وحياة عينك بتزعل مني امك وامك امي وامك امي وامك حبي يا عمري يا راضي عم اقول لك امك بتزعل مني ومنك اذا ما بناكل بالبيت عم تساوي لنا اكل بكرة انا وياك وامك لا بكرة وبكرة انا ما بقول لك كل يوم بكرة لا. انا قبل كنت عم اقول لك انا ما بحب اكل الصيني اذا انت بدك تاكل انت ما بتاكل امرك اكل طب بكرة بنجي انا وياك وامك بكرة انا وياك وامك هلا بتزعل امك شو عم تساوي امك بالبيت اللي شو عم تساوي اذا عرفت دق إلا تليفون إلا أنا بدي أكل بالصيني معليش إيه بس إلا شو عم تساوي أكل أنتي إلا شو عم تساوي أكل أنتي وقلت لي ما في وإذا قالت لي ما في هذا بأمي هذا رقم تليفون أمي أنت ما بتعرف رقم تليفون أمك أنو هات لشوف أنا هذا رقم تليفوني إلي انا ما بعرف الرقم تليفون امك خود انا ما بعرف رقم تليفون امك انت ليش ما لك مسجله عندك هذا الرقم ايه ما بعرف يمكن تبع المحاميه ما بعرف انا هذيك اليوم ما اتصلت فيك المحاميه هذيك اليوم مين اتصل فيك قلت لي بده اياك ايه ما بتعرف امشي خلينا هلا انا ما بعرف رقم تليفون امك لمين عم تدق لها؟ امي ايه يلا ايه بس الا شو عم تطبخي؟ انت الي عم تدق لي راضي دق لامك لك انا ما بعرف رقم تليفون امك كمان عم تدق لي الي يلا امشي ما بعرف انا ها امشي هلا امشي خلينا نروح امك عم تساوي لنا اكل الي والك يلا طب ليش ما لك مسجل رقم تليفون امك عندك شو بحب انا اكون زعلان انا ما بحبك تكون زعلان بدون امي بدون هدا لا لا ما بصير لا بدون هدا يلا فوت انا وياك انا وياك لا راضي انا بدي اكل بالبيت راضي انا بدي اكل بالبيت وامك اذا عم تساوي لك اكل وعرفت انك انت اكلت في المطعم الصيني بدها تزعل منك عم اقول لك بكره بنيجي انا وياك وامك
يلا امشي. يلا يلا يا رادي. خلاص قلت لك بكره انا وامك بنجي، حط تليفونك محل ما بتحطه وامشي نروح. بدي اصلي انا. بدك تكتب وظيفتك. ليش؟ انه انت شو؟ شو بدك تاكل بالصيني؟ قال لك انا بالمنيو شو في اكل صيني؟ انت شو بدك تاكل؟ لك يا بابا طب انا بدي اكل بالبيت. تفضل امشي حط تليفونك. وين تحط تليفونك؟ يلا على مهلك امشيها. اتركه اتركه. ايوه اتركه معلش. تاخذ تليفونك، تاخذ اغراضك. يلا ركاب الميكروفون صفه جوا مشان ما حدا ياخذ لك. ركبه روح صفه هنيك مو جوا بالمطعم، برا لقدام مشان نشوفه. بس لا تجي وين رايح هنيك، روح صفه هيك. طب صفه هنيك مشان نشوفه وجيب تليفونك. يلا يلا فوق تفضل. الا دبردان دبردان تفضل. وين بدك تحط؟ هون. يلا يلا تعال. اترك السمكة شو بدنا فيها هلا. هاي سمكة كبيرة سودا. يلا دبردان بس ما رادي رادي. هلا الا شو بدك تاكل للمرأة؟ ايه حط تليفونها. طب عود منيح مزبوط على الكرسي. ليش قاعد هيك؟ شوف بس في سمكات في بابا. عود هون. يلا شوف هذا. شو بدك تاكل هلا؟ اللي بس شو بدك تاكل؟ ما بعرف شو هذا. رادي اللي شو بدك تاكل؟ تاكل معكرونة؟ معكرونة؟ شو موجلة؟ بدنا بورصة مكرونة. مكروني؟ ده سس فيلي. شو بدك كمان؟ وسكر. سكر؟ شلون وسكر؟ ممكن تقلي شلون وسكر؟ شو بدها؟ عصير. عصير شو؟ عصير ليمون. ليمون ولا برتقان؟ برتقان. وليش عم تقول ليمون لكان؟ وهلا اذا قلت لي اليوم شو كتبت؟ انا وظيفه؟ وين ولا انت شو عم تقول؟ قل لي حرف وين؟ عين. مو هين. عين. 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 عين.
شو مبسوط يعني انت؟ ليش انت تطلع علي؟ شوف السمكة. لا ما بدي شوف السمكة، بدي اطلع عليك. هاي بابا. هاي صدفة. هاي الأبيض. صدفة. ثلاثة، 10.